الخبز بكل أشكاله لا يصلح لمريض السكري. الآن نيجي لموضوع ثاني، طلعوا لنا إياه، لا قال لك لا خذ تبع الشعير أحسن، تبع خبز الشعير ممتاز، خذ كل زي ما بدك، ما في مشكلة، لأنه ألياف أكثر، ولأنه مش عارف إيش ومش عارف مين. طيب خلينا نشوف، خلينا نشوف ال100 غرام من خبز الشعير، واحنا بنحكي هذا اذا صنعتيه في البيت، ما بندريش عندنا في المخابز كيف بيعملوه، بخلطوه بطحين ابيض ما بخلطوه بطحين ابيض، الله اعلم. لكن اللي بنعمله في البيت خلينا نقول شعير خالص، شعير مطحون خالص، ما عليه لا خبز لا طحين ابيض ولا شيء ثاني. المؤشر الرسمي 58 ل 70، شو رايكم؟ مرتفع ولا مش مرتفع؟ خلينا نقول لا بدنا ناخذ الاوطى اللي هو 58، ما بديش اخذ ال70، خلينا نقول 58. قديش في نشا؟ 48. كويس 48. قديش في الياف؟ 6 غرام الياف. وقديش في سكر؟ 4 غرام. الشعير فيه سكر اعلى من القمح. الان بدنا نطرح الالياف من النشا، بصفي عندنا 42، 42 نشا، لانه 48 ناقص 6 42، بنرجع عليهم السكر، ما في 4 غرام سكر، تصفى عندنا 46. ال 46 غرام نشا هذول كم سكر؟ ها احذروا، ما انتم حذرتوا، انا ورجيناكم، ما هو كل غرام سكر غرام نشا غرام سكر، ما عليه خلاف. يعني لما تاكل 100 غرام من خبز الشعير انت اكلت بس 9 مكعبات سكر، بس مش كثير، بس 9 مكعبات، بس 9 مكعبات. سبحان الله سبحان الله، قال خبز الشعير احسن. وفي ناس بقول لك لا خبز الشعير انا مستفيد عليه، صح، ممكن ممكن، انا بقول هاي تجربتي الشخصيه، وكل انسان انا بطلب منه او من 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 اخواني واخواتي انه جرب، جيب لك رغيف شعير وزنه شوف 50 غرام او 100 غرام وكله، وبعد ساعه برضه افحص شوف ممكن يكون مناسب لك، ممكن ما بيرفع السكر، ممكن في معجزه راح تحصل وما يرتفعش عندك السكر، في احتمالات، فجرب بنفسك وان شاء الله تجد النصيحة من نفسك.